1286 دولار للأونصة. أخيرا نقف عند النفط الذي انخفضت أسعاره بضغط من مخاوف زيادة إمدادات أوبك وروسيا جنبا إلى جنب مع إمكانية تراجع الطلب بدفع من تباطؤ الاقتصاد الصيني. مزيج برنت حاليا يتداول عند 70 دولار للبرميل متراجع بنحو 18%، والخام الأمريكي أيضا متراجع بنحو 9% ويتداول عند 63 دولار للبرميل. وللمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو السيد محمد زيدان، كبير استراتيجي الأسواق في Think Markets. أهلا بك سيد محمد. بالبداية لاحظنا انعكاس المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق بشكل عام، برأيك هل سيستمر هذا الانعكاس الإيجابي وتوقعاتك أيضا؟ نعم، هو دلوقتي الأسواق متوقعة تماما أنها نصل لحل أو اتفاق قريب، خاصة كمان وزير المالية الأمريكي صرح امبارح أنه هو خلاص وصل لآخر جولة من المحادثات. أعتقد التفاؤل تفاؤل الأسواق وتصريحات الجانب الصيني او الجانب الامريكي بخصوص ان هيوصل الاتفاق مخليه ان الموضوع اصبح سيناريو محتمل تماما، وهو ده اللي منتظرينه، بس منتظرين عقد قمه او موعد عقد القمه ما بين رئيس الولايات المتحده والرئيس الصيني، اللي هو معناها هيكون في الامضاء على اتفاقيه اللي هو الاتفاق التجاري بينهما. وكمان النهارده الاتحاد الاوروبي اعطى الضوء الاخضر للمفاوضين يبداوا محادثات تجاريه مع الولايات المتحده، فالاسواق لحد ما منتعشه شهيه المخاطر مرتفعة. نعم، أيضا اليوم الرئيس الأمريكي جدد هجومه على الاحتياطي الفيدرالي بأن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي أعاقت النمو ومكاسب سوق الأسهم، تعليقك على ذلك؟ هو نمط متكرر، خاصة لما يبدأ الدولار الأمريكي زي ما بنقول كده يبدأ يشوف بعض الارتفاعات بيبدأ ترامب يهاجم الفيدرالي الأمريكي. إلى حد ما هو ممكن نقول إن هو صحيح، لأن سياسة نقدية توسعية من قبل أي بنك مركزي بيدعم أسواق الأسهم لأن تكلفة التمويل منخفضة، ولكن ترامب بينظر إن هو اقترب على الانتخابات دائما اداء اسواق الاسهم هي في بتحقق ارتفاعات، ولا هو كان عاوز يبقى يشوف ارقام قياسيه. واتوقع ان تحسن زي ما قلت تحسن نفسيه او شهيه المخاطر لدى المستثمرين بعد تحسن البيانات الاقتصاديه سواء من الولايات المتحده او الصين او اوروبا هتخلي اسواق الاسهم ترتفع. ولكن دلوقتي النقاش كله على مدى استقلاليه الفدرال الامريكي، هل الفدرال الامريكي هيفضل محافظ على استقلاليته؟ اتوقع نعم، لانه هو كان الفدرالي تحت كذا اختبار، حتى رئيس الفدرال الحالي ما هو من اختيار ترامب ولم ينصاع على اوامر ترامب، بالعكس هو يستمع للبيانات الاقتصاديه، واتوقع ان الفيدرالي مرن مع الاقتصاد الامريكي وسوف يؤدي ما هو مناسب او سوف يتخذ ما هو مناسب للارقام الاقتصاديه. نعم، طيب رغم تراجع الدولار الامريكي يعني الذهب لا زال يتخذ منحنى هبوطي، تفسيرك لذلك؟ لحد ما نشوف، هو الذهب عامه هو في نطاق عرضي كبير، ما بنشوفش ارقام جديده، هو ما بين مستويات 1280 وال 1311، هو العامل الرئيسي اللي مش شايفين اي ارتفاعات على الذهب ان هو اول حاجه الدولار انخفاض بسبب تصريحات ترامب، فلازم نشوف هل هي مستدامه او لا. ثانيا شهيه المخاطر اصبحت مرتفعه، يعني الاسواق مش محتاجه ملاذات امنه، فبالتالي بنشوف الذهب بيهبط، بنشوف حتى الين بيضعف امام الدولار الامريكي، فبالتالي دوت لتحسن شهيه المخاطر، انخفاض عدم اليقين في الاسواق، تمديد البريكزيت، كثير من العوامل بتضغط على الذهب. اختبار حقيقي امام الذهب ال 1280، لو شفنا كسر 1280 قد نرى موجه هابطه جديده لمستويات 1250. نعم، ايضا النفط يعاني من زيادة إمدادات أوبك وروسيا وتراجع الطلب، يعني كيف تقيم أسعار النفط حاليا؟ صحيح، تحدي خام تكساس الأمريكي عند مستويات 64 فشل أنه يتجاوزها، وكنا منتظرين موجة صحية هابطة وبدأنا فيها بالفعل. أتوقع أن خام تكساس قد يستهدف مستوى 60 دولار، وأتوقع أن الأسواق هتبدأ تشتري من هناك. الاتجاه متوسط الأجل هو اتجاه صاعد، نستهدف مستويات 65. تصريحات بس روسيا، جانب الروسي أنه قد يزود الإنتاج وانخفاض مخاطر الجيوسياسيه في ليبيا، هو ده اللي شجع عمال جني ارباح في تداولات النهارده، ولكن ما زلنا نرى اتجاه صاعد متوسط الاجل بغض النظر ان قد نرى الموجه الهابطه تستمر زي ما قلت مستويات 60 دولار او 61 دولار بالنسبه لخام تكساس. نعم، سيد محمد زيدان كبير استراتيجي الاسواق في ثينك ماركت، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. عوده اليك هند وما تبقى.